كيف يمكن أن تتحول فتاة صغيرة لم تتجاوز 17 من عمرها إلى انتحارية ترتدي الحزام الناسف وتنطلق في الأسواق والشوارع في انتظار اللحظة التي تنشر فيها من حولها دائرة دموية من الموت وتقتل أشخاصاً لا تعرفهم ولم تلتقي بهم يوماً؟ هذه القصة ترويها الفتاة العراقية دعاء التي التقيتها في أحد السجون العراقية بعد أن تم إحباط العملية الانتحارية التي كادت تنفذها. حلقة جديدة من صناعة الموت، أحييكم. دعاء، أنت من بغداد ومتهمة في قضية إرهاب. أولاً أنت من وين من بغداد؟ منطقة الدورة. قديش عمرك؟ مواليد 91. ولما تم إلقاء القبض عليك قديش كان عمرك قبل سنتين؟ 16 ونص. 16 سنة ونص. أنت من عائلة تسكن في نفس المنطقة اللي أنت منها من الدورة؟ إيه. بنفس المنطقة عائلتك؟ إيه. كم شخص متقل في عائلتك؟ 10 نفرات. كم فتاة وكم ولد؟ 7 بنات 3 ولد. ما شاء الله. وانت كنت بالمدرسة، يعني كنت تدرسي؟ صف ثاني متوسط، بطلت تزوجت يعني. صف ثاني يعني صارت مسألة أمريكان وحرب وهاي، ما قدرت أكمل. بعدين ثاني متوسط ها يعني، بعدين تزوجت. بعدها بمين تزوجتي؟ تزوجت من صديق أخويا. إيه شو كان بيعمل؟ والله أعمال حرة معه. قديش كان عمره لما تزوجتي؟ مواليد 84. يعني كمان صغير. طيب وأخوك شو بيشتغل؟ أخوي طالب. ووالدك شو بيعمل؟ بابا أعمال حرة. طيب زوجك قلتي لي انه قتل قبل ما نبلش تصوير في العراق، كيف قتل؟ اول مره هو انخطف قبل، انا متزوجة شهر و13 يوم، رحنا سفره بيجي، بعدين رجلي انخطف من هناك. انا رجعت للعراق لبغداد، بعدين ورا تقريبا 7 اشهر تقريبا خابرني واحد قال لي زوجك مقتول، امريكان قاتلينه.